نور بنتي روحي شوفي شو صار بالدكتور. أخي حيدر حكى معه، هو بطريقه لعنا أمي. أنت لازم تسمعني حيدر، هن عم يخبوا سر كبير عنا. يا ربي ساعدني، إذا دعاء حكت له الحقيقة لحيدر رح يصير يكرهني على الأكيد. حاجتك بقى قاعدة جنبي هنا، يلا روحي وقفيها لدعاء. يا الله. نور بنتي أجاز، أنتوا خليكم مع غزل، أنا رح أرجع. ماشي أمي. ماشي. حيدر صح، أنا طلبت من روهان يهرب لأنه غزل كانت بدها تتزوج روهان كرمال تنتقم منها. ولا كلمة دعاء. ليش عم تحكي لسه؟ شو ما رح تقولي أو شو ما رح تشرحي ما حدا حابب يسمعك، حتى حيدر ما عاد رح يصدقك. يعني إهانتنا وكرامتنا يلي صارت بالأرض ما كفوكي لحد هلأ؟ أنتي ليش بدك تدمري وحدة عائلتنا؟ قولي. خايفة من دمار وحدة عائلتك؟ بس أنا كل دنيتي رح تتدمر، هذا الشي ما رح يفرق معك ابنه. لو شو ما قلتيلي ما رح تقدري توقفيني. لوقت طويل وأنا عم بحميكي، خلص لهون وبس. اليوم ما فيك تمنعيني أمي. حيدر 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 خلص. بعدين دعاء، من إمتى بتحكي مع أمي هيك؟ ربنا أمرنا نقول الحقيقة حتى لو بدنا نموت فدا هذا الشي. هذا هو بالضبط اللي عم بعمله. هي ليش مزعوجة؟ لا تاكلي هم، كل شي رح يتحسن. وشك الحلو ما بيصير انه يزعل، انت لازم ترتاحي. روحي اطمني، انا موجود بنتبه عليها. نعم قصدي كلك ذوق، شكراً على المجاملة. أنا ما عم جامل، عم قول الحقيقة. بعدين قلك شغلة بصراحة، بكل هاي العيلة ما لقيت حدا أذكى منك أبداً. انتي على شو عم تطلعي؟ انا ها؟ ايه انا ما كنت عم اطلع على شي. روحي من هون يلا، روحي شوفي ستك اذا محتاجه شي شغله، يلا فورا. ليش؟ اذا رحت مين بده يضل مع مرت اخي لحتى ينتبه عليها؟ نعم لك روحي من هون فورا. بعدين غزل ما انا مرت اخوكي، لسه ما تزوجوا فما في داعي تقولي لها مرت اخوكي. روحي من هون يلا. يلا روحي. أمي. يلا روحي من هون. أي. روحي. انت مين ما كنت تكون بتخلي عيونك بعيدة عن بنتي؟ عم تفهم علي؟ وإلا صدقني بكسر لك عظامك كلهم. خليك بعيد عن بنتي نور. نور يعني نور بنتك؟ ما شاء الله، واضح لمين طالع. شوفي عمتي، أنا لهلأ بعيد عن نور، يعني بقصد لسه ما قربت. ويلي شايفه أنه أنت عم تلمحي على شي، شو دخلني؟ حاجة توزع ابتسامات، بعرفها لهالحركات. أنا ماني بنت صغيرة، والشباب اللي بيعملوا مثلك بعرف لوين بدهم يوصلوا بالآخر. ليش معصبة يا عمتي جولناز؟ آه
هددتيني لإلي بالأول وهلأ عم تهددي لأخي. برأيي حاولي تنبسطي، خطتي نجحت مثل مو شايفة. ابنك حبيبك نفد من كل العمايل تبعي. كوني مبسوطة، روحي يلا روحي ووزعي حلو للناس. انتو الاثنين بدكن تسمعوني. دعاء رح تقول الحقيقة لحيدر بأي طريقة، مشان هيك قبل ما تقدر تقله نحن لازم نبلش بتنفيذ الخطوة الثانية من خطتنا. ضربتي الجاية رح تعمل صدمة كبيرة لدرجة ما حدا رح يقدر يستوعبها. شو رأيك يا أخي؟ هالشي ممكن؟ بدون أي شك، شو ما طلبتي بيتنفس فورا. هالمرة دعاء وحكمها رح ينتهوا للأبد. يا عيني عليك. شو عملتي؟ شو مجنونة؟ سامحني أخي، بس إذا ما بضربك عن جد خطتنا ما رح تنجح وما في قدامي غير هالحل. بعدين أقوى إثبات هو وجود الدم. عن جد إنك قاسي، كان فيك تحذريني. الحب والفخ دائماً بيصيروا بدون تحذير أخي. يلا بقى حاجتك دراما. انتو الاثنين لازم تروحوا ولا تنسوا بدكن تخلوا هالخطة تنجح. يلا يلا روحوا. حيدر الحقيقة هي. اسكتي يا دعاء. ما فيك تقلي له بنوب. لا استني، خلي دعاء تحكي. صار في عندي فضول لأعرف شو الحقيقة. هي الحقيقة يلي خلت دعاء تعمل اللي عملته معنا. بدي تسامحيني أمي، بس ربنا وحده اللي بيعرف إنه يلي عم بعمله هو الشيء المزبوط. لا أنا ما رح سامحك طول عمري. حيدر، الحقيقة هي إنه غزال بدها تدمر عائلتنا لسبب. هي بدها تنتقم لأنه بالماضي صار شيء كتير كبير وهذا حيدر. الشيء غزل هربت من البيت.